السلام عليكم، بتواصل حديث مع حضراتكم. واحنا النهاردة في اليوم السابع، خلاص الظهر هيأذن اهوت. طبعا احنا نزلنا مضاد سموم من امبارح بالليل اللي هو اليوم السادس، وقلنا هننزله 24 ساعة، يعني النهاردة السابع لغاية بالليل، بالليل يوم السابع يعني النهاردة لغاية بالليل. طبعا كان عندنا شوية مضاد سموم هو البشري الهيباتيكيوم، كان في شويه في الازازه نزلناه بمعدل طبعا 30 سنتي على لتر ميه، وجبنا مضاد سموم بيطري هوريه لحضراتكم. مضاد سموم البيطري اهوت اللي انا لسه منزله حالا، بكمل بيه بقيه اليوم. طبعا يا جماعه كتير من اخواني بيسالوني على القناه على اسم مضاد سموم، بقول يا جماعه ان الشركات بتاعت الادويه كتيره جدا جدا. انا هنا في اسكندريه، مش هينفع اقول لك اسم شركه ممكن ما تكونش عندك، في مثلا في الصعيد، في البحيره، في كفر الزيات، في المنوفيه، في القاهره. فاحنا بنتعلم مع بعض ايه هو المضاد السموم المناسب. بنقول المضاد السموم يا جماعه لابد ان هو يحتوي على 3 مواد علشان يبقى مضاد سموم كويس. اول ماده اللي هي السكروميسيس سيرفيزي اللي هي فيها 50 مللي جرام ديت، والمنان اوليجوساكرايت 10 جرام، والبيتا جلوكان، دمت اهم المواد. بعد كده ممكن نلاقي احماض. هنا في المركب اللي قدام دهوت حاطط سيمول وفيتامين اي وسنيليوم وزنك وكولون وكولن، وديت الجزء اللي تحت دوت جزء عناصر غذائية. أما الجزء اللي فوق دهوت دي مواد، يعني مواد خاصة بالسموم الفطرية اللي هي المنان أوليجوساكرايت والبيتا جلوكان والسيكروميسيس سيرفيزي. طبعا يا جماعة هنا الشركة بتقول الدوز اهيت من نص الواحد سنتي على لتر مية. احنا دايما بناخد الجرعه الكبيره من نص اللي هو الواحد سنتي على لتر ميه. وطبعا يا جماعه بالليل او يعني في الاعمار المتقدمه بالنسبه لمضاد السموم ممكن نحط الجرعه لغايه 2 سنتي، لان الفرخ بيكون كبر ساعات. بقى اللي هي الميه الصفراء اللي بنلاقيها في البطن دي بتبقى يعني في الغالب سموم، الكبد عمال يرشح ميه، فبالتالي ممكن نضاعف الجرعه. ده الشركه كاتبه من نص لواحد سنتي، لا مفيش مشكله لو ضعفنا الجرعه الى 2 سنتي، وساعات كمان انا يعني بستخدم اكتر من 2 سنتي على لتر ميه. ما نخافش، الدواء امن جدا جدا. ومضاد السموم يا جماعه من الادويه اللي ملهاش ضرر على صحه الكتاكيت او الفراخ، بل بالعكس بتنظف الامعاء والكبد والكلى، وكمان ما بتاثرش علينا احنا لما بناكل الفراخ. اللي مقلق اقل وقت لخروج المضادات السموم ديت او لخروج فتره سحب الدواء دوت 1 يوم، وفي كتير من المصنعي او الشركات بتقول ان هو ملهوش فتره سحب عادي، يعني ممكن لو الفراخ قدامها مضاد سموم وحابب اذبح اذبح، مفيش ادنى مشكله. فدوت اي مضاد سموم يا جماعه نشتريه لابد ان هو يكون فيه ال3 حاجات دهوت، السكروميسيس سيرفيسي والمنان اوليجو ساكرايت والبيتا جلوكان. بعد كده يا رب بقى يكون فيه اي حاجه. ساعات في شركات بتحط شويه احماض، حمض الساتريك، الفورميك، اللاكتيك، مفيش مشكله، بس لابد ان هو يكون فيه ال3 مواد اللي فوق. طبعا انا السقايه دي فيها من الهيباتيكيوم، والسقايه دهيت لسه منزل حالا من الدواء دهوت، حطيت حوالي بمعدل 1.5 سنتي على لتر ميه منه. طبعا في الدواء دهوت في فيتامين اي، في زنك، فمساله ان اقول مضاد سموم لا، ممكن يا جماعه التركيبه ديت مئات مضادات السموم ومئات الادويه من مضادات السموم بتنتجها الشركات. فانا افرض قلت لك اسم دواء هو مش موجود عندك، لا، فانت لما تروح تشتري دواء لابد ان هو يكون في عبوه كبيره
عشان تضمن ان تركيزاته كويسه. طالما يعني حابين نتعلم ازاي نشتريه، يكون من عبوه كبيره، يكون من شركه كويسه، يكون المكان اللي بشتري منه مكان محترم، مكان سمعته كويسه، بيبيع ادويه كويسه. طبعا الفراخ اهيت النهارده اليوم السابع، لسه وزنهم حالا، الوزن 180 جرام متوسط، 180 جرام، وده الوزن اللي الكتب بتقول عنه ان الفرخ في اليوم او الكتكوت بتاعنا في اليوم السابع يكون متوسط وزنه 180 جرام. وفعلا اللهم لك الحمد الكتكوت النهارده اليوم السابع لسه وازن حالا متوسط 180 جرام. فالنهارده اليوم السابع الوزن 180 جرام. بنقول يا جماعه مضاد السموم على الاقل بننزله في الاسبوع 3 مرات في 24 ساعه. يعني 3 مرات ازاي؟ يعني مثلا هننزل النهارده 24 ساعه، نفوت يومين ننزل 24 ساعه، فوت يومين 24 ساعه، يبقى كده 3 مرات في 24 ساعه. بنبدأ في 24 ساعة في الأسبوع، 3 مرات في 3 أيام في الأسبوع بننزل المضاد السموم بتاعنا. طبعا بننزل المضاد السموم دوت يا جماعة لأن السموم دهيت بتيجي من العلف، ممكن يكون العلف بتاعنا ملوث بالسموم. السموم دهيت بتنتجها الفطريات زي فطر الإسبرجالس مثلا، ممكن يكون من المكان بتاعنا، ممكن كمان ان الطيور جسمها نفسه علشان العمليات الميتابولزمية بتاعت هضم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات بتنتج سموم داخل جسم الطائر. ممكن الجو بتاعنا يكون ملوث، فلابد من اضافة مضادات السموم دهيت بصفة مستمرة. اهم واخطر دواء ده في وجهة نظري الشخصية هو مضاد السموم، فلابد ان احنا نحافظ عليه بصفة مستمرة بان احنا نقدمه في المية للطيور بتاعتنا. وفي مردات سموم بودر، ولكن يعني هي متكونش قوية جدا زي المردات السموم اللي هي السائلة، ممكن تضاف على العلف، ولكن بالنسبة للدواجن انا بحب مضادات السموم السائلة اللي بيكون فيها البيتا جلوكان والمنان والليجوساكرايت والسيكروميسيس سيرفيزي، الثلاث حاجات ده همت. وبعد كده بقى كان في فيتامينات في الدواء، كان في احماض، مفيش مشكله، ولكن المواد دهيت مهمه جدا جدا. النهارده اليوم السابع والجو حر جدا، بدات افتح زاويه بسيطه من الشباك البحر لان الجو واقف. في حد يقول لك في الحر لا اقفل عشان الجو شرد، الكلام ده هو غلط. لابد حتى لو الجو شرد افتح الشبابيك بتاعتي، علشان احنا هنا عندنا في وجه بحري، الرطوبة عندنا عالية جدا في الصيف، فقفلان مع رطوبة ده كارثة، اجهاد غير عادي خالص على الطيور. فلابد ان احنا بدأت افتح زاوية اهوت من البحر، وبدأت افتح نص الشباك الابلي، الجو واقف بس فاتح، واللمبة ما زالت موجودة، والفراخ نايمة عادة هيت، لا بتنهج ولا بتفتح بقها ولا حاجة. ليه؟ لان الكتكوت بتاعنا يا جماعة عامل زي الطفل. احنا الطفل المولود بنبقى يعني بنحافظ عليه، لو احنا بنشر عرق لا بنبقى ملبسينه ومدفينه، فاحنا بنتعامل مع الكتاكيت بتاعتنا زي الاطفال بالظبط. الكتكوت الحمد لله منتشر انتشار جميل خالص، اللي نايم اهوت واللي بيلعب واللي بياكل واللي تحت اللمبه، وضع عشوائي جميل جدا جدا. بتابع برضو الحمام بتاعهم، حمام طبيعي، حمام مثالي خالص، مفيش فيه اي مشاكل اهو. بصوا يا جماعه الحمام كويس خالص 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 يعني.
طبعا هنكمل لغايه بالليل المضاد السموم، لان انا قلت لحضراتكم هننزل مضاد السموم ابتداء من اليوم السادس، هنزله في من 24 ساعه متواصل، ياخد بقى خد من السادس لغايه السابع بالليل، 24 ساعه بدات مضاد السموم من امبارح اليوم السادس للنهارده، من امبارح السادس بالليل لغايه النهارده السابع بالليل، علشان يبقى 24 ساعه. وادي البحري فتح بنسبه اهوت اهو، وادي الابلي، والمكان طبعا الاوضه بقيتها اهيت، خدت بال حضراتكم اهيت، وطبعا في شبشب اهوت معمول هنا للدخول للطيور، وفي اهوت صناديق وقفاص كده حاجز اهوت للطيور بتاعتنا. والوضع الحمد لله اهوت قدام حضراتكم وضع جميل جدا جدا. الشيء الثاني يا جماعه، احنا النهارده 12/5/2019، اللي عايز ينزل كتاكيت ينزل قبل ما الحر بقى نخش على شهر 7 و8، لا ممكن حد يخطف له دوره كده ولا حاجه، واللي عنده المكان كويس حلو يعني في الحر في 7 و8 يدخل، بس بنقلل العدد، بنخلي العدد طبعا اقل، بنحاول لو المكان بتاعنا مناسب ندخل، ما بنتوقفش، ولكن لو احنا بنخلي في المتر 4 5 كتاكيت يعني علشان الاجهاد والحر يعني ما ياثرش على نمو الكتاكيت بتاعتنا. ان شاء الله تابعوني ان شاء الله غدا في اليوم الثامن، وايه اللي هنعمله للكتاكيت بتاعتنا. شكرا لحضراتكم، انتظروني.